موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها أنواع الشفاعة. الشفاعة ستة أنواع، أولها بل وأعظمها الشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في موقف القيامة بعد أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل إياه، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف يوم القيامة وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله عز وجل بينهم، فيأتون عند ذلك الأنبياء، فيأتون آدم عليه السلام ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين. وأما النوع الثاني من الشفاعة فهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثالث من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. وللحديث بقية حول أنواع الشفاعات الأخرى، والحمد لله رب العالمين.